يفام سبور بلس أيمن زروق حوصلة لأهم الأحداث الرياضية في الـ 24 ساعة. 7:07 على EFM أحلى راديو، أهلا وسهلا، مساء الخير ومرحبا بالجميع. حلقة جديدة من سبور بلوس، اليوم نهار الاثنين 1 نوفمبر 2021، بداية أسبوع وبداية شهر موفق إن شاء الله نتمناه للجميع. برشا أخبار، برشا مستجدات نتولو مع بعضنا تيلة ساعة من زمان. مرحبا بالجميع في EFM سبور بلوس. اليوم نحكي رسميا قناة بيا تي في تقتني حقوق بث مقابلات البطولة. الإعلان الرسمي صار قبيلة شوية من خلال ندوة صحفية. شنو جاء في الندوة الصحفية هذية؟ شكوني بيا تي في وشنو جاء في تفاصيل العقش؟ نرجع بكل تفاصيل حول موضوع الساعة. كذلك عودة على الجولة الثالثة من رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، استنتجت الجولة ومباريات نهاية الأسبوع على أرقام الإحصائيات والتصريحات والتحليل الفني لكل المباريات. 3-3 الاتحاد المناسيري أو الفوز النادي الرياضي صفاقس، اتحاد بن قردان لا يفوز ويحتج على التحكيم. هذا وغيره دونك من الأخبار والمسجدات. نسلموا برشا على كل المتابعين وأوفياء البرنامج، تحية كبيرة لهم سواء كانوا داخل تونس أو خارج تونس. تحية لفريق الأعداد بشرى سعيد في العمل الصحفي، وإيمان مجويني في الإخراج، إيمان الجدي وإيم رابع في الديجيتال والإخراج الرقمي وليفام تي في وسوشيال ميديا، مع زميلتنا وصديقتنا عبير الزغدودي، وأنا أيمن زروق رافقكم حتى كش الثمانية امتاع ليل. وسعيد جدا بوجودهم في البلاتو حسام الحاج علي. مساء نور، أهلا وسهلا. مساء الخير أيمن، عمار، وليد، بشرى، سمير، نادر، كل المستمعات والمستمعين. إن شاء الله بداية أسبوع طيبة للناس كل. أيمن، نطلب منك دقيقة فقط لتدلل عليك. دلل عليه. والله يا نهار الجمعة اللي فات روحت للدار تقلقت. علاش؟ بالحق تقلقت بكدا من الرياكسيون اللي عملتها، من الكلام اللي قلته. وحدي رجعت روحي وغزرت، خاطر مش مستانس يخرج مني، مي وقت انفعال سورتو على الديكلاراسيون اللي قالها عبد المجيد، وزيدك الكلام اللي قلنا لزام الترينور قال وراهو مدربين توا يدربوا مش على الكفاءه نتاعهم كل شيء. دونك انفعلت وقلت انا ما نستعرف حتى حد كان فلان الفلاني، نعتذر من الكل، واللي ما عندوش ماضي ولا عنده لا حاضر لا مستقبل لا حد شيء. انا نحترم ونرفع القبعه وعلى راسي كل المدربين السابقين من الاربعينات للخمسينات اللي كونونا وعلمونا، وكان مشهم هما أرى ما ثمش دي جينيراسيون توا ولا تونس مسلتش النيفو ذايا. نعتذر على الانفعال الصغير، وراني معناها سونز اريير بونسي، ونرى ونحترم الناس الكل، ونتمنى انهم لقدم يساعدوا جدد بالنصيحه ولا حتى بالكلمه الباهيه، وجدد يحترموا لقدم التاريخ اللي عملوا. أرى ما ثمش كونفليكت جينيراسيون، كل واحد خدم في وقته. أي. وكل واحد على راسنا من فوق، كل واحد علمني كلمه ولا علمني اي حاجه يقعد جميله على راسي الكل، من غير ما نسمي اسماء. رين نحترم الناس الكل مهما يكون اسم المدرب ولا اسم المربي اللي اعطاه للكره التونسيه. مرحبا بك حسام الحاج علي، اعتذارك وصل من المفروض للمعنيين بالامر. الكل الكل سوسيتي دو نوم مقبول ولا مش مقبول، حاجه امورهم. لا لا حاجه اخرى. انا شوف انا تربيت كي نحس روحي غلط راني نعتذر، وما عنديش حتى مشكل. ما كلمني حد ولا مشيش يقول حد لا كلموه ولا قالوا له، ما كلمني حد ما اتصل بي حتى انا وحدي. انا قلت راه تليفونك ويكاند كامل دخل بعضه سانسيرمون، ما كلمني حتى بي وحدي، خاطر اللي غلطت غلطت واللي قال قال هو يتحمس وليته. انا راني من شيرتي راني نحترم الناس الكل ومقدر الناس الكل. مرحبا بك حسام الحاج علي، وتحيه لكل المدربين قدامى كانوا الجدد ولا حتى الفيتور مدربين. عمر جمال مساء نور، اهلا وسهلا. مرحبا مرحبا ايمن، مرحبا بمستمعي ومستمعات راديو اي اف ام. ان شاء الله بدايه اسبوع موفق للناس الكل، وحبيت والحاجه نترحم على أخونا فراس اللي هو ابن سي فؤاد قاسم، الله يرحمه وينعمه. فاجعة بعد فاجعة بعد الحادثة معناها اللي صارت البارح، إن شاء الله ربي يرحمه وينعمه إن شاء الله في الجنة إن شاء الله. ربي يرحمه فارس شقيق لاعب فهمي قاسم، إنا لله وإنا إليه راجعون. كذلك رافقنا المتأنق على الدوام والأنيق، متأنق وليس مدير البنك مدير البنك الدولي مدير بالحق يخدم مدير لفامي مدير لفامي وليد قرفيلة. مساء الخير، هلا سهل. أيوة مساء الخير، مساء الخير حسام
عمار بشرة، الناس اللي يسمعوا فينا الكل واللي يتابعوا فينا على FM TV، وإن شاء الله كالعادة حلقة متميزة نعديها مع بعضنا اليوم. مرحبا بك وليد، مرحبا عمار، مرحبا حسام الحاج علي. نخرج فاصل وبعد شوية باش نرجع نحكي وندخل مباشرة في صلب الموضوع وندخل في محاورنا. فاصل صغير وراجعين في سبور بلس. سبور بلس على EFM أحلى راديو. رجعنا لكم جديد في سبور بلس السبعة وثلاثة عشر دقيقة. باش نبدأ بالاتفاقية، إمضاء اتفاقية شراكة ما بين الجامعة التونسية لكرة القدم والقناة التلفزية الخاصة بيا تي في. لانفو دو جور. دونك الخبر خرج منذ صباح يوم السبت، خبر مفاجئ وراه عديد من نقاط الاستفهام، حتى واحد ما كان يتوقع وكان ينتظر انه القناة التلفزية الخاصة بي تي في تقتني حقوق بث مباريات البطولة. وقع اعلانه بشكل رسمي، واليوم الجديد انه صار الاعلان من خلال ندوة صحفية جمعت ممثلين عن القناة والجامعة التونسية لكرة القدم في مقر الجامعة التونسية لكرة القدم. الندوة ذي كانت حاضرة فيها زميلتنا بشرى عايد اللي بشعتينا كل التفاصيل، مدة العقد، التفاصيل متاع التعاقد وكل ما صار في ندوة صحفية. مرحبا بك بشرة. مرحبا بك أيمن، مرحبا بالمستمعين الكل. دونك كما قلت مشينا كنا موجودين في الندوة الصحفية اللي وخرت شوية باعتبار أنه الاتفاق لآخر لحظات باش تم. نشوفوا أكثر تفاصيل العقد هذا في تصريح أمين مونغو. فيه حقوق الدخول للملاعب بالنسبه لتصوير جميع المباريات لها هايلايت عادي وتهايق معناتها اذا كان اي برنامج رياضي، كيف كيف بالنسبه لكواليس المنتخب الوطني. وبالنسبه لزوز مباريات في البطولات، المباريات الثانيه والرابعه هي اللزمه هذه اللي اقتنتها شركه فيديو برودكسيون، مش يكون البث خاص بالنسبه لهذه المباريات. دونك كما سمعنا تفاصيل العقد هذا الخاص بالبطوله، وفما مفاوضات صايره على مقابلات الكأس وحتى مباريات المنتخب الوطني، ومش كما تم الترويج ليه حاليا المباريات ما تنجمش تكون منقول على قناه بيا تي في، والاسباب تجينا من عند مالك القناه مروان رتال. احنا صبينا الدوس وان شاء الله ننتظروا باش يعطيونا النوتوريزاسيون والرخصه نتاعنا، تو فينا الشروط وباش نتقدموا هذا فير المتر. الطبيب يقول لكم على الدوس البرود دو ترابي باش تعدى الجورني على بيا تي في، خاطر احنا ما نتجاوزوش، تعطينا ترخيص استثنائي باش نعديو على بيا تي في. وفي انتظار ذاك جاونا دي بروبوزيسيون من عند عديد القنوات التونسيه يحبونا نعديو الماتشوات عندهم، احنا باش نختاروا الاوفر الافضل وباش نعديوها، معناها الكريتير نتاعنا باش تكون قناه تونسيه مش اجنبيه، باش نعطيوها لحاجه تونسيه. واللي باش نعلموكم بها بيان سور فجوا قبل الجورني هذيا نتاع السياسات والتطاوين، نقول لكم انا التلفزه اللي باش تعدي مباراه الجورني هذيك. في انتظار رخصة الهيكل بيا تي في المباريات نجم تكون منقولة على أي قناة أخرى، المهم تكون تونسية. هنا حابين نعرف رأي الجامعة التونسية لكرة القدم. وي حاضرين تقنيا 100%، وشكون تعاون مع السيد هيثم شلحة واللي باش يأمن البث نتاع المباريات. نعتذروا، نسمعوا أمين موجو في التصريح باش يعطينا رأيه في القناة الأخرى. نسمعوا امين موجو. الجامعه ماذا بها الماتش تعد في كل الحالات، احنا تعاقدنا كما قلت مع شركه انتاج بعد وحفظنا حقوقنا في كل الحالات، وين مش تعدى المباراه نخليه شان داخلي للشركه اللي تعاقدنا معها. لا لازم قناه تونسيه 100%، خاطر هي اللزمه تخص البث على القنوات التونسيه، وهذا كما اكدوا سي مروان انه في كل الحالات سوف يكون بث على قناه تونسيه. زدنا سألنا على إمكانيات البث متاع شركة الإنتاج هذه، وإحنا الكل نعرفوا إنه التكليف كبير برشا يكون ومش حاجة سهلة، شخلت لافز التوينسة حتى اللي عندها برامج رياضية ما تنجمش تعدي الماتشوات، وهذا كان الرد. وي حاضرين تقنيا، وشكون تعاون مع السيد شلحة واللي باش يأمن البث متاع المباريات. أي بخلاف المخرج شنو من الاستعدادات الأخرى؟ باش نعملوا كونفيرونس دو بريس الجمعة هذه باش نزيدوا نوثقوا فيها برشا أمور. في بالكم الحكاية مكلفة ماديا، حاضرين للشيء هذا؟ باش نعملوا كونفيرونس دو بريس الجمعه هذه باش نزيدوا نوثقوا فيها برشا امور. اي فاهمين على شنو قادمين. باش نعملوا كونفيرونس دو بريس الجمعه هذه باش نزيدوا نوثقوا فيها برشا امور. يلا مش مشكله، عطينا المسؤوليه تتعدي وكاو. الجول تاع الاتحاد. قلت ربي فما كان في خير. بما انه شركه الانتاج هذه ما سمعناش بها قبل، حابين نزيدوا نثبتوا من عند سي امين موجو انه كيفاش الجامعه تنجم تعطي فيها الثقه وشنو هي الضمانات اللي عندها. بالنسبه لنا احنا الشركه هذه مكونه تكوين قانوني، وعندنا الوثائق الاداريه نتاعها اللي تنص اللي هي مكونه طبقا للتشريع التونسي المعمول به. وبالنسبه للجامعه التونسيه لكره القدم هي عندها في العقد ما يلزم باش
انها تحفظ حقوقها الماديه اللي هي في الاخر تكون الاموال بترجع للنوادي. احنا مقتنعين على اموال الصيغه القانونيه بتاع العقد تحفظ حقوقنا 100% باش تعدي هي مش تعدي هو المنتوج ولا ملكها هي وهي تتصرف فيه. ما نجموش نجبروها باش تعدي وكيما ما نجمناش نجبروا التلجه التونسيه باش تعدي وهي عندها الحقوق واحنا مش منعينها البس. هذا دونك كل ما صار وملخص الندوة الصحفية والاستفسارات والأسئلة. في انتظار أكثر تفاصيل بعد شوية عنا تليفون مهم باش ناخذه معنا في المباشر. هيت خلينا ناخذ آراء الحاضرين. وليد قرفالة ساعة قبل كل شيء تحية لصديقنا أديب جبالي من باية تي في فوالا لا 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 مش مدير القناة مسؤول على التسويق يظهر لي أديب جبالي ما تقوله سلام يقول لك شنو نقوله في ندوة صحفية في انتظار الندوة الصحفية متاع بيا تي في. نحكيو على زوز مباريات كل جولة في انتظار مباريات الكاس حق دخول الملاعب وكذلك كواليس المنتخب الوطني التونسي مدة عقد هي موسم واحد. تعليقك وإلا استفساراتك ولا تساؤلاتك وليد؟ من حيث الشكل حاجة باهي كنا نستناه ونحب مقابلات الرابطة المحترفة الأولى تتعدى نحب نتفرجوا على المقابلات هذه متاع الرابطة المحترفة الأولى اللي للأسف التلفزة الوطنية حرمتنا من حقنا في أن نتفرجوا على المقابلات هذه. اليوم يظهر لي خطوة هامة صارت نحو الشيء هذا أن باش نتفرجوا في المقابلات مهما كان الشكل. أي من اليوم المشاهد التونسي ريت اللي نحكيوا فيه هذا الكل كاريجي وفيدور المشاهد التونسي أعطيه يتفرج في مقابلات الرابطة المحترفة الأولى على الشاشة الصغيرة والتصويرة باهية. لا هي الكار هجدي لكن لا عاد ما وليت تقول لي بامبورتشني على مستوى الشكل شنو معناتها على مستوى الشكل لا على مستوى أنه فما اليوم قناة جيت وقالت راني باش نعدي وخذيت الحقوق لكن هذا لا يكفي تم ضمانات متاع التقنية ضمانات البث اليوم الطريقة اللي جيت بها العلاقة هذه بين بيا تي في والجامعة جيت مفاجأة وبسرعة من هذاك علاش احنا حتى بينا بين رواحنا وكناش ممنين برشا انه باش تصير كونفيرونس بالسرعة هذه وباش تصير ساي معناتها انه المقابلات باش تتعدى على بيا تي في. فما شكون حتى مشى لبعيد وقال انه هذيا طريقة من طرق الترويج والتسويق لاسم القناة باش العباد تنستالي الشان. هي للأمانة كانوا فما بعض النقاط انا استفسرت بعض النقاط اللي كان عليها اختلاف كان ربما باش تتأجل الندوة الصحفية الغدوة لكن آخر وقت بحكم أنه زاد أعلموا الصحفيين أنه اليوم الثلاثة صارت وبتأخير صغير ما كانش برشا واعتذروا على التأخير وكما سمعنا أمين موق وعطى التوضيحات الكل لكن فما أسئلة زاد أيمن اليوم تفرض روح اليوم لقينا طرف آخر هذا يدخل في الحكاية اللي هو فيدور برودكسيون هذا شركة الإنتاج اللي شفنا حتى أنا وياك حاولنا نلوجوا شكونية هذه فيدور برودكسيون شركة الانتاج واللي قالت انها متعدة تبيع لاي قناة تونسية ويبدو انه صاحب قناة بيا هو صاحب شركة فيدور برودكسيون. اليوم حكاية الهيكا كيفاش باش تعامل بيا تي في مع حكاية الهيكا هذية دونك فما بعض الاسئلة اللي تطرح نفسها لكن مسيش خنقض معاك وليد باعتبار باهي انك انت ولد التلفزة وتعرف برشا تفاصيل. هنا السؤال يطرح نفسه مباراة نادي رياضي الصفاقسي وتي حتى طاوين ستنقل وباش تنتجها لشركة الانتاج هذي فيدور برودكسيون لن تبث على بي تي في باعتبار انه البث الرسمي سيكون يوم 15 نوفمبر في انتظار ترخيص من الهيكل اللي زاد قدامه نقاط استفهام. دونك ليش باش يصير باش سيقع انتاج المباراة هذي ثم باش تتباع لقناة تلفزية تونسية اخرى اي صحيح يعني كيفاش نجم نسهلوا للمستمع الشربكة هذي مش واضحه الحقيقه مش سهل. الوقت صغير اليوم اثنين ايمن اليوم اثنين المقابله باش تلعب بالاربعاء بعد غدوه الامر الحقيقه يثير الاستغراب يثير الشكوك برشا تساؤلات ونشوفوا ونستناو كيفاش باش تصير العمليه. قلت لك السرعه والطريقة المفاجئة متاع الحكاية كيفاش صارت تعرف حكاية كمان هكا تتخدم راه قبل كي باش يصير كونترا بين تلفزة حسام وجامعة حكاية تتخدم على أشهر تحكي على مليارات اي ما هيش حاجة سهلة وسؤال زاد هاي من هنا المهم نعرفوا اللي كان ريجي واحدة معناتها بريفي هي اللي تخدم هي متاع تاخونا هيثم شلحة اللي ينتج زاد القناة الكاس الاشتراك مع الجامعة التونسية لكرة القدم كل يوم هيثم معناتها نحكيه حتى من الناحية اللوجستية كيف باش تصير الامور معناتها نجموا نلقاو زوج مقابلات يتلعبوا فرد نهار
كار واحدة كنت نجم تأمن زوز مقابلات فرد يوم لقاء القناة الكأس ولقاء البيا تي في ولا فيديو برودكسيون هذو مثلا استناوا الأيام المقبلة أكيد نلقاوش الإجابة. عمار جمال بلغني في الكواليس أنك عديت ويكاند كامل تبربش في الريسبتور وتلاقوا وسألني ثلاثة مرات عطيني الفريكونس انستاليتها شين ولا يا عمار؟ ما زلت الحقيقة أما ذي ظاهرة معناها تحية لي ذو اللي قاعد يخدم في خدمة بها اللي ليه بالماركتينج نتاع بيا تي في خاطر يعني توا كي نجي نشوف ديجا هي الشامبيونات واش مازال تقريبا توفى هي واحنا مازال نلوج على التلفزه ومازلنا باش نباتشيو الريسبتور حسب ماني ما فهمت اني انه الجامعه التونسيه متعاقده معناها مع شركه البرود هي متعاقده مش متعاقده مع بيا تي في مع شركه فيدور برودكسيون فوالا معناها هوني يعني كي نجي نشوف حسب رايي معناها الشركه تبيع للي جي معناها اللي تجيني اي تنتج وتبيع تنتج وتبيع علاش معناها الاسم تربط بيا تي في خاطر يبدو انه صاحب فيدور برودكسيون هو نفسه صاحب فوالا صاحب المشكله وين اذا كان ما عطاوش الرخصه البيا تي في ما عطاوش رخصه البيا تي في لهيك قالت لك انا مانيش باش نستعرف ما عطيتش رخصه انا البيا تي في اي باش تولي تنتج وتبيع تعاد كان جات فما كان جا فالح راهو من البارح تعاد لو كان جا ينجم راهي خذات شريتها تلفز من الاول خذتها نشريها من عند فما اشكاليه كان جا من الاول عاد ما خذتها سامحني قاي قناه وبثت على روحها علاش تستنى الشركه نتاع برود اني بس سامحني باش تاخذ حقوق البث وباش هي معناها تبيع لها هو نتفاعل معك فقط عمار الجامعه التونسيه كره القدم كنا نسمع في امين موج يقول لك معناتها انا لا يعنيني كونه لشكون باش تبيعها ولا هي تشري تبث ولا ما تبثش هذاك امر يعني شركه الانتاج احنا يقول لك شي همنا في الـ في الـ في الجامعه التونسيه لكره القدم انه دخلنا فلوس انه امورنا القانونيه واضحه وانه الفلوس اللي تدخل تمشي للنوادي تبقى من بعد هذيك امورهم التلفزه هذا بالنسبه لموقف الجامعه التونسيه لكره القدم والمشاهد الله يسلمك انت تسالت على الهايكا كذلك وليد قفاله باش نرجع لك لحظه بركه حسام الحاج علي مهم جدا ناخذ طرف الثالث في الموضوع اللي هو الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري موجود معنا في المباشر سيد هشام سنوسي عضو الهيئة ناخذ من عنده أكثر تفاصيل نسألوه بعض التساؤلات الغامضة مساء الخير أهلا وسهلا سي هشام مساء الخير مرحبا بك وبضيوفك الكرام مرحبا بك سي هشام شنو نجمو نعرفو على قناة بيا تي في هل قبيلة سمعنا رئيس مدير العام القناة قالوا انه صبينا الدوسي عند الهيكا في انتظار انه تاخو الرخصة اللي باش نجم من خلالها يقع البث متاعها هي كقناة شنو نجمو نعرفو على القناة هذية اللي برش عبيد معناتها ما عندهمش معلومات عليها هي قناة غير قانونية غير حافظة على إيجاز نبهت عليها الهيكا بالتوقف تلقائي على البث ما استجابتش بعدين سلطت عليها عقوبة 50,000 دينار ومن بعد في سلم العقوبات اللي موجود كما صار مع نسمة ومع الزيتونة ومع حنا داليا اللي هو الحجز المعدات بالقوة العامة ولكن كانت تسمح كنت نسمع فيك في مسألة الجامعة انه هي ما يهمهاش وانها تعمل المهم تاخذ فلوس يعني الحقيقه انا متحفظ على الكلام هذا ومستغرب منه برشا علاش؟ لان الجامعه راهي مرفق عام ووقت يولي الجامعه ما عادش يهمها والمهم تاخذ فلوس ما يهمهاش وحتى يولي ثم ضرر حتى ضرر يعني على مستوى فهمتي وطني ثم عبث كبير ياسر اليوم في تونس الناس تجي تخالف القانون وتحط وتبدأ تبث وقاعدين تشوفوا ربما في الوضعيات وكيفاش بعدين وضعيات وليها لا قانوني ولا يخلق وضعيات اجتماعية وصحفيين يخدمون بعدين تولي ما بين مخالفة القانون وما بين التمويل الغريب العجيب اللي هو تمويل بتاع مؤسسات إعلامية بسمى لا إشهار ولا حد شيء وناس تصرف في فلوسها هكاك مجانا كما صاير مع القنوات الأخرى يعني اللي هو يوريك ثم تدخلات كبيرة ياسر على المستوى الوطني وحتى ربما أنا أقول أن ثم شبهات تدخل خارجي وهي اللي تمول في القنوات هذه أون جينيرال ثم شبهات كبيرة يعني في الجانب هذا عندكم شبهات تدخل وتمويل خارجي بالنسبة لقناة بيا تي في خاطر الكام تاعنا هو بيا تي في لا
لا سمحنا ثم شبهات في القنوات لأنه سمش حتى رجل أعمال أو غيره أو ما عندوش حتى علاقة لا بالإعلام ولا بالكورة ولا حتى شيء يتدنكو تتصب مليارات فهمتني لا نعرف عليه كيفاش لا حذره. والله وقت الواحد يبدأ يكون موجود في الإعلام أو مهتم بالإعلام مهتم بالشأن العام يعني هذه الكل يعني أنا أقول يطرح تساؤلين. فاليوم أنه حتى الحديثنا أحنا أحكي حتى علينا احنا كصحفيين انه الازدراء بالقوانين وانه التساهل مع المسائل هذه راهو باش ياثر على الصحفيين وياثر على المؤسسات الاعلاميه اللي قاعده تدفع في التاكس نتاعها وقاعده تدفع في الضرائب نتاعها وقاعده تشغل يعني حقيقه انا مستغرب. اسمح لي نتفاعل معك سي هشام. هو الامضاء لا فقط الاستسهال في التعامل مع هكذا يعني تونس تتحول غدوه الى غابه اللي يجي يبدا يبث واللي يجي يقعد. ما فماش دوله في العالم الا في الدول اللي ما عادش فيها دول. سي هشام ما نذكر اسماء. سي هشام اسمح لي نتفاعل معك. سي هشام خليني نكمل فقط. اسمح كي تمشي انت الولايات المتحده الامريكيه ولا تمشي لفرنسا ولا تمشي لبريطانيا ولا تمشي ثم واحد ينجم يقرب وينجم يبث بدون اجازه. هل يعقل هذا؟ باهي فقط هو التفاعل انه الجامعه التونسيه لكره القدم امضت عقد مع شركه فيدور برودكسيون وليست بيا تي في. بالنسبه لقناه بيا تي في انت قلت هي قناه غير قانونيه نبهتوا عليها وتبث بشكل غير قانوني وعندها ديجا 50,000 دينار خطيه واذا كان ما عملتش الرخصه نتاعها باش تتلزوا انكم تعملوا القوى العامه كما صار مع قناه نسمه وزيتونه وغيرها. باهي هنا نحب نسالك هل هي قدمت ملف للهيكا من أجل الحصول على الرخصة والملف هذا إلي أنكور بالنسبة لكم؟ لا شوف ما ثماش حتى ملف يتقدم للهيكا دوغري أجري. الهيكا تفتح باب ترشحات للجميع تقول راني باش نسند إجازات مثلا التلفزات أو إذاعات وهذه الحالات اللي صارت في زوج ولا ثلاثة مناسبات ومن بعدين تتقدم الناس كلها بعدين تصير كيف المناظرة تتعمل لجنة ويشوفوا الملفات وشكون الأجدر. أما عمرها ما الهيكا للحظة هذه عمرها ما عطات رخصة لواحد جاء واحد يقول أعطيني رخصة يعني ساعة جريان العمل هو الشفافية والمساواة بين الناس الكل باش يترشحوا لأنه نادرة الترددات تقول أنا ما نحرمش الناس الكل هاو الهيكاش باش تعمل هاي المعايير نتاعها يتقدموا بوه. هذا وقتاش تقدم بطلب مش بملف ساعة طلب لانه ملف وقت يتعمل لابيل كانديداتور يكون في لابيل هذاك محطوط شنو هو الملف شنو هي المعايير باش يتم اعتماد تقدم طلب وقتاش تقدم طلب بعد ما بدا يبث بعد ما استكمل يقول حسب ما سمعته انا في الاعلام انه عنده استديوهات نتاعو حاضره يعني راو والله وانا انتم مركزين على بيع أنا اللي قلقني هو المنطقة نتاع الجامعة لأن الجامعة نعتبر الناس مسؤولين وهو مرفق عام فيقول لك أنا عملت مع سوسيتي دو برودكسيون يقول لي الماتشوات هي للبث مش للبرودكسيون للإنتاج يشري ماتشوات مثلا باش يأرشفها وقتاش سوسيتي دو برودكسيون وقت يولي باش يأرشف ماتشوات قديمة غيره باش يخدم عليها يعمل دوكيومونتير. أما اليوم انت مقابله باش تتعرض مباشره واضح والسيد قاعد يتكلم يقول انا سوف يعني منذ يومين في اذاعه اخرى يقول اني باش نعمل عقد مع الجامعه هو عمل صار اليوم العقد هاي به بالضبط يعني ولينا نخاتلوا في القانون ونقولوا لا انا راني عندي سوسيتي مش عندك عندك مسؤوليه تجاه البلاد راهو الجامعة التونسية عندها مسؤولية تجاه الرياضة وتجاه البلاد وتجاه فهمتي المؤسسات مسؤولة راهي مرفق عام. مشكور جدا سي هشام مشكور جدا سيد هشام السنوسي يخذينا من عندك كل التفاصيل وكل المعطيات الخاصة. فقط هنا يتفاعل معي سي أمين موجو يقول لي أنه شركة من ناحية العقد الممضى شركة الإنتاج سيت انجاجي ا ديفوزي سور اون شين ليغال معناتها تعهدت بأنها ستبث المباريات في قناة
قانونية وعندها الرخصة، ما كانش هنا سيقع الإخلال ببنود العقد. هذا تفاعل جينا من عند السيد أمين موجو. دونك في كل حالة شركة الإنتاج باش تبث المباريات وباش تنتجها في قناة عندها الرخصة من الهيكة، أونترتون لن يتم بث المباريات في قناة تلفزة تي في، لأنه الأسباب كنا نسمعوا فيها من عند السيد هشام السنوسي. حسام الحاج علي، شنو عندك ما تعلق بالنظر لكل ما صار بالنظر للانترفونسيون؟ خلينا نكملوا، خلينا نحكي شوية كرة القدم. صراحة بالنسبة للجامعة الأمور واضحة بالنسبة لهم، والعقد قانوني واضح بالنسبة لي. نحن للشأن العام مانيش فاهمين معناها توا. ممكن قداش عندنا من شان في تونس ليغال؟ 3 4 5؟ ما عنديش فكرة، ما واضحين معناها باش تعدى في هذوما. معناها الشانات هذوما علاش ما شراوش هما الحقوق وعداهم هما ديريكت؟ غاليين الحقوق، باهي غاليين. معناها باش يتفرقوا ماتشات على الشان هذي، خاطر دام شان ما تنجمش تشري الماتشات الكل، دونك باش تشري كلكو ماتش هكا ولا مش تشري الكل. وإذا ثم شانات ما عندوش فلوس يشريو بكل، ممكن ما يتعداوش الماتشات إذا ما لقاوش قنوات باش تعدي. ماكي باش تشري ماتش، مش كيما تشري لو كامل على موسم كامل تكلف لك 2 مليارات ولا قداش. دو ماتش. أي هي شركة برو شريتهم ب 2 مليار. أنا تلفزة نحب نشري ماتش من عند البرودكسيون تتكلف لي ما نعرفش أنا 100 مليون 200 مليون، تكلف ليش 300 مليون. شركة برو شريتهم 2 مليار ولا؟ يلزمها مينيموم ترجع ل 2 مليار، لازم تبيع لي ماتش الكل. لي ماتش الكل. وإذا ما ثمش شان تقدر تشري لي ماتش الكل. تولي تبيع بالقطعة. تشري تشري وما تعدي. لا كان ثم ماتش به نشريه، ما ماتش به ما نشريه. 10 ثواني الشيء اللي قاعد الكل زعما يحركش شعر سيدنا علي في التلفزه الوطنيه. الحقيقه معناتها اذا لقاو التلفزه في هذي الكل وهي مش موجوده وهي غايبه، الحقيقة على الدنيا سلام. هو في كل حالات حسب زادة ما متوفر من معلومات وكذا في الكواليس أنه ثم عودة المفاوضات ما بين الجامعة التونسية لكرة القدم وتلفزة، ونقعد مرة أخرى نسألوا حول التلفزة الوطنية، لأنه الجامعة لم تمنع تلفزة بتلقاء نفسها. تلفزة الوطنية لا تبث المباريات، وهذا لو ثاني. تلفزة الأولى عندها لو نتاع الأوتروابة. شنو عندك ما تعلقوا نختموا مع الموضوع نحكي كرة القدم عمر؟ نمشيوا للكرة وما تبقى نصيف ساعة هيكا، نصيف ساعة بيا تي في، ونصيف ساعة نحكي كرة قدم وعودة على استنتاجات الجولة الثالثة ومباريات اللي تلعبوا نهاية الأسبوع. تاكو تاك. دونك باش نبداو نحكيو على المجموعة الثانية، قسمنا مجموعة ثانية ثم بعد باش نحكيو على مباريات المجموعة الأولى. باش نبداو نحكيو على نادي الإفريقي. أول فوز للنادي الإفريقي هذا الموسم، هدف لصفر سجلوا البارح خليل القصر في الدقيقة 82 أو 3 نقاط في كونتر. واش قلت أنا؟ خليل قصر. لا إدم طاو، سامحوني إدم طاو سيف ولا إدم طاو. في الدقيقة 82 أو 3 نقاط في كونتر نادي الإفريقي، تخلي الأجواء تتحسن والضغط ينقص على الإطار الفني وعلى الملاعب في انتظار الجولات المقبلة. سؤالنا في التاكو تاك هنا يا زيد، خلينا نتسألوا، هل لاحظتوا تحسن في مباراة أمس للنادي الإفريقي ضد مستقبل سيمان، مباراة بالزوز مباريات الافتتاحية ضد الجيش وضد النجم الرياضي الساحلي؟ نعطي شوية أمور تكتيكية مع وليد قرفيلة، نبدأ معك 40 ثانية تجاوبنا على سؤال، هل تحسن النادي الإفريقي في مباراة أمس 3-2-1 توب كرونو؟ فما تحسن أيمن، كانت فما خاصة الرغبة رغم الوضعية الصعيبة بعد الهزيمة ضد النجم الرياضي الساحلي. حسينا الملاعبية من الأول مكبلين شوية، كان فما برشا ضغط على منصر، على الملاعبية، على المحيط الكل تاع النادي الإفريقي. لكن الحاجة الباهية في النادي الإفريقي أنه أمن بحدوده لآخر وقت، خلق الفرص وتمكن من التسجيل في الدقيقة 82، وهنا تمكن من التسجيل عن طريق اللاعب. نعتقد أنه عنده اليوم مكانه في التشكيلة الأساسية للنادي الإفريقي هو آدم الطاوس، والفائدة في لقاء النادي الإفريقي فريق البارح ضد مستقبل سليمان هي 3 نقاط اللي تخلي الفريق يخدم مرتاح في الجولات القادمه. توافق الراي عمار جمال؟ نعم ام لا؟ 3-2-1 توب كرونو. اكيد النادي الافريقي بعد معناها الهزيمه الاخيره ضد النجم الرياضي الساحلي والمشاكل معناها اللي تعدى بها النادي الافريقي، معناها البريود الاخر تعرف انت فما برشا نقد للاطار الفني للاعبين. البارح الحاجه المهمه اللي كانت في النادي الافريقي انه 3 نقاط. تعرف البارح كان النادي الافريقي ما ربحش المقابلة ذي، باش يدخل في برشا مشاكل وفي برشا حسابات وممكن ما يش تخلي الفريق يكمل مرتاح. لذا أنا معناها نوافق وليد الراي أنه نادي الفريق البارح معناها رجع على المستوى، وأهم حاجة 3 نقاط باش يخليه يخدم في راحة.
صوت الحكمة حسام الحاج علي في انتظار نتائج تصويت الجماهير. على ما يبدو التفكير العام والوجه العام بارح بعد مباراة النادي الافريقي, طبعا شوية نحكي زاد على مستقبل سليمان, فما تحسن, فما رضا حول المنتدبين جد نحكي هنا خاصة على لاري العزوني وخاصة الحارس معز حسن اللي كان نجم اللقاء. شوف انا قلت لك الاسبوع الفارط ان النادي الافريقي لازم يعمل 6 نقاط في الجولتين الجايين في رادس باش يدخل للكورسة ويدخل سلسلة متاع انتصارات, وهذا كان هو المطلوب. وقلت لك الفرق اللي تلعب من اجل البلاي اوف راهو في الوقت هذا ما نجمش نحكيه ولا نطلب الاداء, توا يلزم تحقيق النقاط مع الجولات 7 8 9 10 ممكن الفريق يلقى الاوتوماتيزم وتلقى الاداء, خاصه برشا جوارد جدد في الكلوب في الاسبيرانس في الاتوال, لكن توا يلزم تجمع له ماكسيموم نتاع نقاط, وهذا هو كان المطلوب. 3 نقاط مهمين بالنسبه للكلوب بالنسبه لجماهيره بالنسبه للاطار الفني بالنسبه للاداره, كانوا محتاجين اول 3 نقاط باش يدخلوا للمنافسه بشراسه للوصول الى البلاي اوف اللي هو الهدف الاول للنادي الافريقي. برافو الاطار الفني لان شاهدنا بين الشوطين تغييرات غيرت تماما من وجه الفريق, فاق معناها بلي ديفايونس اللي كانوا موجودين الشوط الاول, عوده شهاب العبيدي وراء المهاجمين, دخول صابر خليفه, دخول ادم الطاوس العمارة, دخول بالحسيني, دخول بالعماره على اليسار, يعني تقريبا التغييرات الكل اللي دخلت حسنت من الفريق وصنعت الفارق, اللي اعطى الباس اللي دخل واللي سنتر اللي دخل واللي ماركا اللي دخل, توا هذا يعطيو كيما حنا نقولوا بوفيه دوكسيجين للفريق يتنفسوا, لكن باش تدعم 3 نقاط هذوما يلزم 3 نقاط في المباراة القادمة في تونس ضد باجة حتى تحضر مباراة المستير. برافو على 3 نقاط هذوما, سيفري ثم برشا حاجات يلزم تتطور وتتحسن, ونادي الفريقي بنوعا ما الانسجام وخاصة الثقة, تعرف لو الفريق يبدا انتدابات وعام صعيب وعام جديد وتبدا ديبار خايب و3 نقاط وتزيد 3 نقاط اخرين كي ترجع ثقة باش نشاهدوا النادي الافريقي اللي نجم يمشي للبلاي اوف ومن بعد في البلاي اوف حساب اخر وممكن تطالب روندمون وطالب حاجه اكثر, لكن تو اهم شيء هما 3 بوين وتحققوا. نسمع تصريح مساعد مدرب النادي الافريقي صابر عبد اللاوي يتحدث على المباراه ويوجه رساله على ميدو متغشش بالقدا على المحللين الفنيين في استوديوات. تروازيام ماتش كنا نتصوروا بلي الماتش باش يكون صعيب برشا, اجانا دوز اوكازيون تاع قصاب ما نجمناش نمركيوهم, سجلنا الهدف الاول مع شونجمونات, واحد دخل عطا باس والاخر ماركا, 3 بوين مهمه برشا والعجله دور. شوف جمهور النادي الافريقي على عين والراس يتغش, يجيك يقعدك على في كرسي في البلاتو ويجي يقول لك لا اليوم النادي الافريقي ما عنده وينيم, فما دي شيفر تحت النادي الافريقي ضد الاتوال عندها عز افكتيف موجود في تونس, تمشي تعمل في الاتوال 4 كورنير النادي الافريقي 0 كورنير للاتوال, نعملوا احنا 11 تير الاتوال عامله 7 الاتوال عامله 31 فوت, ما نحكيش على البوزيون هذاك وصلنا حتى 68% في دوزيام ميتون, تيني الجمعيه اللي تمشي لسوس وتعمل لي شيفر هذوما. دونك انا كونترونور من حقي نخرج ونعطي الفالور نتاع الجوارات نتاعي, يجي يخرج لك هو يقول لك علاش تحمي في الجوارات, خويا انا يلزمني نحمي جواراتي خاطر انت اليوم قاعد على الكرسي, بعد 3 ايام الجوارات هذوكم باش يجيبوا لي 3 بوان, مش انت قاعد على الكرسي باش تجيب لي 3 بوان. هذا ذا صبر عبد اللاوي. وليد قرفيل, شو نجم عالقوا على تصريح صبر عبد اللاوي الذي انتقد انتقادات المحللين في النادي الافريقي, طريقه واستعمال مصطلحات اللي عاودها مارتين في ديكلاراسيون وتكلم زيادة في الندوه الصحفيه, قالها زيادة استعمال مصطلح الكرسي, قاعد في كرسي, وكان المحللين الفنيين هما نباره, وكان اللاعبين السابقين للنادي الافريقي قاعدين ما عندهم ما يعملوا, جايين ينبروا وحاطين كابوسان وساق على ساق وينبروا ويعرقلوا في مسيره النادي, وانه الملاعبين هم اللي يجيبوا 3 نقاط وليس المحلل اللي في كرسي, وكانه ثم استنقاص من البلاتوات ومن قيمه المحللين اللي هم لاعبين سابقين في النادي الافريقي اللي هم جابوا تتويجات النادي الافريقي, هم عندهم لاكريديبيليتي باش يحكيوا على الشرعيه والمشروعيه الافريقي وفرحوا جماهير النادي الافريقي. ساول سؤال, انا ما نعرفش علاش مش منتصر يخرج, معناتها مدرب الاول منتصر نعرفوه يعرف شي يحكي زيد في كلامه, حتى كي حلل مقابلة يحلل هنا مليح وهو مستانس بالتحليل. سيد صابر عبد اللاوي ساعة لازم يفهم اللي راني في جمعية كبيرة اسمها النادي الافريقي من اكبر الجمعيات في تونس, وسيد اللي يدرب في جمعية كبيرة كما النادي الافريقي تلعب كل اسبوع راهو معرض للنقد من الجميع, معرض من النقد معناتها من الكرونيكر, معرض من النقد من الوسط الرياضي, معرض للنقد من الجماهير. سامحني مهمته مش باش يجاوب على الشيء هذا, مهمته هو التيران,
فهمت هو الملاعبيه اللي كما قال هو يحمي فيهم وبعد قال الفريق اللي لعب نهله عنده احسن افكتيف وعنده احسن عنده احسن عناصر اتصاليا خلينا ناخذ معك في الجانب الاتصالي وليد انك تقول انت راني حبيت نحمي ملاعبيتي بالديكلاراسيون هذيك او ميم طون تخرج للعلن وتقول اقوى افكتيف اللي هو عند نجم رياضي صح لي لو كونكورون تاعك في اين حمايه ملاعبيتك نجم يكون هو كلامه مش غلط نجم يكون احسن في لكن مش هي الرساله اللي تحب توجهها نجم يكون مش غلط الكلام اللي قاله انه نجم عنده احسن رصيد لكن شنو هي الرساله خويا تلي بالفريق نتاعك بين بارتي ليتوال و والمقابله اللي لعبها ضد سليمان 3 ايام معناتها شويه الوقت باش تجاوب على كل واحد على التحليل نتاعو يظل لي جانب الصواب في الحكايه هذه صابر عبد الله وكما قلت لك انا نتمنى الحقيقه انه في الخرجات الجايه في المقابلات الجايه نحب نسمع منتصر الوحيشي كما قلت لك نعرف ورزين في كلامه ويعرف اش يتكلم والمدرب الاول ديما مع كامل احترامي راهو صابر عبد الله وما نشكش في قدراته وما نشكش في امكانياته لكن حتى اتصاليا نتصور منتصر يعطي خير ويوجه الكلام حتى خير انا اللي استفزني في الموضوع هذا الكل انه طريقه الاحتقار للبلاتوات ونبره الصوت والجريماس معناها في الديكلاراسيون كنا ثم احتقار غير عادي للبلاتوات وكانه مانيش عارف انا هل هو فوق النقد معناتها الاسبوع اللي تعدى في نهار تعدي انتقدنا راضي جعادي انتقدنا لا سعدري انتقدنا نادي رياضي سفاكسي هل هو هل حاجه, حاجة اخرى معنى. بالنسبه للاحصائيات معناتها علاش طريقه التدفيه وكانه اون دي دو نيمبورت كوا الوركو راهو الاحصائيات نتاع الانستات اللي هو يحكي عليهم احنا بيتنا مرتكزين على احصائيات الانستات متوفرين ولا معناتها مش بدعه باش نجيك لحظه بركة عمار خاطر هو قال الاحصائيات هنرجعوا للارقام اللي يحكي عليهم الاحصائيات 11 تسديده اوكي صحيح عندي 11 تسديده لكن ثم اثنين فقط مؤطرين مش 11 تسديده ثم اثنين فقط مؤطرين ماتش كامل نسبه امتلاك الكره 56% نادي الافريقي مقابل 44% شنو 68% اللي يحكي عليها 377 تمريره تقول لي اوكي 377 تمريره لكن ثم ثلاثه منهم فقط كانوا مؤثرين هاكم الاحصائيات قدام تاعش معناتها من بين 377 تمريره ثلاثه فقط جابت اخطر يعني 99% من الـ من الـ من التمريرات كانت بالعرض ما بينات عيفا كوسي العبيدي عيفا كوسي العبيدي دونك في كل حتى كان احصائيات راهو ثم معنا المقياس نتاعنا سامحني في 10 ثواني المقياس نتاعنا شنو المقياس نتاعنا الجماهير بعد لقاء النجم الرياضي السيدي بالجميع تاع النادي الفريق ما كانتش راضيه على المردود تاع عمر شنو عندك ما تعرفش نحكيوا على توالي والله باش نقول له كلمة ساعة هو أصلا حتى يحاول يلخص لنا ويحل لنا مباراة هو أصلا ما لقاش كيفاش يحل المباراة يحكي لنا يجري 10 كيلومتر إيش بينا سامحني إحنا أتليتيزم هذه كورة والعبرة سامحني بتروا بوان الإتوال ما عملتش ماتش كبير وانتقدنا الإتوال ما فما واحد خرج وتكلم والإسبرانس والسياسيس والكل وراو المحلل راو ما يجيش هما يمشي في باله معناه شنو المحلل اللي يجيب كابوسان ويجي يحلل راو فما سامحني مقابلات يتفرج فيها راو يتبع راو يعرف شنو حاصل معناه هما بالكيس خالي وحاطين كابوسان سامحني تشفتوا فيها ولا نبروا يودي زي وتلا سامحني المره الجايه شو دخلك انت في محلل ولا خذ الحاجه الباهيه ما عجبتكش الحاجه كاو من غير ما تاخوها كي تخرج من غادي سامحني كل مره خرجنا ولا البارح من بعد نحكيو عليه البريباراتور فيزيك نتاع النجم الرياضي الساحلي مجدي السيف خرجنا اخويا ورغم اني انسان نحترمه لكن خرجنا من هكا حللنا في مقابله كانه سامحني يتفرج في مقابله اخرى هو يظهر لي البارح وعلاش بريباراتور فيزيك يعني والله بالله 10 ثواني ما فهمتش اني يا اخي سامحني خشبه الناس كل في الربح سامحني تخرج ويجي ومعناه ويفش وفي الخساره كلها تخبى ونبعث هذا ونبعث يخرج سامحني كل ربع كل خساره ما عادش ننتقدوا ما عادش نواجهوا كلام عادش بريباراتور فيزيك نجم يحكي لي على ميسكو اللي نجم يحكي لي على باش تحكي لي على نجم رياضي ساحلي عندك ما تعلق حسام الحاج علي خلينا ما عندي من علق انا نتفهم الضغط اللي مسلط عليهم ناس ما مضغوطين لكن راهو احنا في البلاتوات نحلوا ونشوفوا ونقولوا اللي ريناه ينجم يكون صحيح ينجم يكون غلط كان فيه 1% صحيح خذوا منه كان واحد 99% رانا ماناش نبروا على الفرق ولا نحبوا نحيوا انترنيرات ولا ماذا بينا الجمعية الكل ناجحين جمعية الكل تعرف الكرة باهية ونعطيه راينا على حد معر فتنة ثم كلمة قالت ما نعرفش أنا منين قالت اللي هي اللي قلقتني اللي سيبا ريال ما نعرفش على شكون يقصد هو ما نعرفش ما نعرفش على شكون يقصد انتوكا انا واحد من المحلين ولا هنا اللي في البلاتو متاعنا متأكد اللي ما تقلتش اللي علقوا على التصريح متاعك انت حسام الحاج علي سمير سليمي اسامه سلامي نهار السبت مع ما نحبش نسمي حتى حد انا اللي قاعد معاهم انا في البلاتو هنا قال ثم شكون قال النادي الافريقي ما عندها وين توصل
حتى واحد ما قال لك على الاقل انا قلت نعرف نادي الافريقي زوج ولات الجايين باش تحقق 6 بوان باش تدخل في سلسله، اما توا راهو اللي ريناه مازال ننتظروا اكثر. كان هذا الكلام يقلق خويا، ما عادش تاخذوا بكلامنا وما عادش تسمعونا. واضح جدا، نخرجوا فاصل صغير ومازلنا باش نرجعوا نحكيوا على بقيه المباريات. انتم تسمعوا في سبور بلس من 7 ل 8 نتاع الليل. رجعنا لكم جديد في سبور بلس 7:47 دقيقة، مازلنا مواصلين بالحديث على مباريات الجولة المجموعة الثانية من البطولة. نجم الرياضي الساحلي انهزم أمس في المسير أمام الاتحاد الرياضي المنصيري هدف مقابل صفر، 3-3 لفوز البنزرتي مع الاتحاد المنصيري مقابل الهزيمة مع النجم الرياضي الساحلي. ونحكيه على الإتوال، بلغ رسمي تعيين حمدي المبروك في خطة مرافق فريق أكابر كرة القدم مقابل إقالة النصري أنيس النصري. فوالا هذا آخر المستجدات في خصوص ليتوال. عمر جمل بون باش نتفاعل جوست مع الخبر هذا فيت فيه. النجم الرياضي الساحلي راهي ماهيش مشكلتها أنيس النصري ولا مشكلتها معناها الشونجمون هذا، يعني النجم الرياضي الساحلي عندنا مشاكل أكثر من هكا. باهي، مقابلة المستير مقابلة البارح بصراحة ما عرفتش فريق النجم الرياضي الساحلي بصراحة، اللي فهمت أصلاً بلعبية الخطة اللي يلعب بها النجم الرياضي الساحلي ما فهمتهاش البارح. أني كنشوف صالح الخدامسي يلعب بيفو نقول معناه شنو يعمل معناه بصراحة المدرب، ما فهمتش. نشوف شيخاوي على البنك، نشوف معناه بوتمين على البنك، نشوف النجم الرياضي الساحلي سمحني لسعد الدريدي خويا لاعبين أربع مقابلات توا ما نجمش يطلع زوز ملاعبيه في الاكس فيكس. يودي الملاعبيه الديفونسور المحور نتاع النجم الرياضي الساحلي ما لازمش يتبدل، ما لازمش يتبدل المحور كل مره يلعب، مره يلعب صدام، مره يلعب بنعيده، كل مره واحد. يودي لازم سامحني تكون فما زوز ملاعبيه، فما لازم فما زوز ملاعبيه نتاع محور الدفاع، هذوك نبداو فاهمين بعض فيكس وتبني عليهم الجماعيه تبني عليهم. البارح سامحني دخلويذ البارح بصراحه عنا برشا، يعني المره اللي فاتت ما حكيتش اوكي، قلنا لما تبمبي الكره باش نفهم المدرب. البارح ما فهمنا حتى شيء، مدرب بصراحه يهز منه ملاعبيه. تشوف انت المستير في بالك النجم الرياضي الساحلي البارح صفر فرصه، ومن بعد يخرج لنا البريباريتور يقول لنا رانا عملنا مقابله كبيره. وين فما شوي فرص الشوط الاول مزياني مزياني فما شوي مش مزياني سامعني تعمل الكروشيه خويا تحطها لفوق تقول لي فرصه فرصه راهو صعب فرصه راهو نحيها الجارديان هذيك شنو نسميها فرصه. اما سامحني البارح بصراحه مقابله النجم البارح شفت النجم الساحلي بالمستوى هذاك بصراحة يا ستار يا جبار المقابلة الجاية شنو باش يصير. باهي، ثم أنباء عن إقالة مرتقبة مع تأجيل التنفيذ للمدرب الأسعد الدريدي، أنه ثم جلسة مرتقبة حسب ما ذكرت الصباح، وكذلك حسب الكواليس والكلام اللي قاعد يدور في المحيط نتاع النجم الرياضي الساحلي. شنو عندك معطيات عمر جمال، شنو تنجم تفيدنا بالموضوع هذا؟ والله يبدو أنه هيئة المديرة النجم الرياضي الساحلي مشيت في الاتجاه أنه ممكن معناها تشوف مدرب ورجل المرحلة القادمة بصراحة. بعد الروندمون البارح وبعد معناها اللي شفناه البارح بصراحة حاجة تحشم، ومن حق أنه رئيس النادي سامحني يشوف مدرب من حقه هذا الريزولتا مش ماشي عندك أحسن إفكتيف. والبارح نتفرجوا في مقابلة معناها كيك هذا ما ينقص حتى شيء من الميريت متاع المستير بربي. فما جوست حبيت هذه باش نسال بربي مدخل ملاعب دقيقه 92 وانت خاسر واحد بليش علي سوما شونجمون شنو يقصد به معناه المدرب ضيع في الوقت تقول اوكي المستير خرجت ملاعبي ودخلت باش يربح شويه وقت لكن انك سامحني تدخل ملاعبي علي سوما دقيقه 92 شنو باش يعمل لك في زوج دقائق؟ هذه اللي فما حاجات البارح صارت بصراحة قعدت بيت والنجم الرياضي الساحلي ما عقلتوش البارح بتاتا. شفت معناها لا فما جمل كروية ولا فما حد شيء، والنجم الرياضي الساحلي بصراحة لازمه يدرك ولازمه سامحني الافكتيف. كتشوف انت الافكتيف احسن افكتيف هذا بشات الناس كل احسن افكتيف الى حد الان بما فيها مساعد مدرب نادي الافريقي هو عند النجم الرياضي الساحلي. باهي واضح جدا دونك فوالا في خصوص الاتحاد المنصيري ثلاثه انتصارات على ثلاثه ماني فضلكم نحاولوا نزربوا شويه خاطر انا شو ميساج فرد مره خلينا نتكلم راه ثم 16 نادي في رابطه المحترفه الاولى لكره القدم 16 نادي ران ما نجوش نحكيوا عليهم الكل في ساعه من زمان نحاولوا نلخصوا لو ماكسيموم فوالا في نص ساعه من زمان خاطر
فوالا. مش خاطر نعرف شو تغشوا علينا شويكم ما حكيتوش بكم ما قلتوش مانيش لحد الرياض ما جوش نقعدوا اربع سوايع. انا عندي دو بوان باش الحاجه شدتني للتصريح تاع فوزي البزرتي ايمن بعد اللقاء عمل اوبيراسيون تاعكم اوبيراسيون اتصالية لانه غادر المستير وهذا اعتراف ضمني. وفما تحدي من فوزي البنزرتي انه سنه خاطر نعرفوا فوزي رباح فوزي يحب يلعب كان على القاب دونك في قناعه نفسه وصل حتى الملاعبيه نتاعو انه سنه نجموا نلعبوا على القاب نلعبوا على البطوله. هلال الشبه انتصر رغم هذا يهاجم التحكيم وليد قرفيل. والله ما سميش عليش انا شفت بعض اللقطات المهمه يمكن هما يحكيوا على مخالفات وسط اللعبه يمكن على استفزاز من الحكم يسري بوعلي لكن العمليات المهمه فما حتى مطالبه بضرب الجزاء للاولمبي البيجي اربيتر اخر ربما حكم اخر كان ينجم يظفرها. الشاب انتصر واختار انه باش يساعد ويقول الكلام هذا وهو منتصر زاد عمليه اتصاليه واضحه من هلال الشاب ومن رئيس التفريق المكاشر. انتصار مستحق لهلال الشاب ونتصور ان الشاب تركز على الكوره نجم تعمل عام شباب كيما اللي عملته ولت عمناول وتنسى الحكايه وتنسى الظلم اللي تعرضت له واللي باعتراف الناس الكل ظلمت لكن تحل صفحه جديده واضح. وتركز على الكوره وتركز على التيران. واضح جدا هذا في خصوص المجموعة الأولى. المجموعة الثانية أرقام مهمة جدا تخص نادي الرياضي صفاقسي واتحاد بن قردان. chiffre du jour اسامة الحاج علي الرقم متاعنا هو 1 وهو أول فوز لنادي الرياضي صفاقسي هذا الموسم والرقم الثاني هو 0 وهو 0 فوز لحد الآن لاتحاد بن قردان في زوز مباريات مع احتجاجات على التحكيم كبيرة ياسر لاتحاد بن قردان بعد مباراة أمس ضد النادي الرياضي صفاقسي. حسام والله يا الأمور بدأت تكسح بن قردان عمناوة في المرتبة الثالثة. الموسم هذا بداية صعيبة خروج من كأس الكاف بنتيجة ما تفرحش كل جماهير بن قردان وحتى الجماهير التونسية. خسارة البارح تعادل ذول المباراة الأولى يعني مع المتلوي يعني قبل مقابلة بتسعة معروف معنا المفروض بن قردان إفكتيف متاعه والجهيزية متاعه أحسن من المتلوي. شاهدت المباراة البارح صراحة ما عقلتش بن قردان اللي بن قردان تلعب في الملعب نتاعها. مستانس بن قردان في الملعب نتاعها ضد اي فريق من الرابطه الوطنيه في أسوأ الحالات يكون ماتش كليبري. ما ريتش انا جمعيه لعبت ضد بن قردان في بن قردان ودومينتها. البارح تفرجت على الماتش باستثناء يكون من الدقيقه 70 75 بن قردان خذ بزمام الامور ربع ساعه الاخرانيه الا دوميني من غير فرص كبيره ما لدوني من مده 70 دقيقه وخاصه معناها لحد الهدف ندرز فيقتي معناها سيطر بالطول وبالعرف يعني بن قردان باش كانت تصنع الفارق سيفري عندها لاعبين اكسبيريونس لكن كل روح وكل جرينتا في التيران تاعهم كما يقولوا ناس جعانين في التيران تاعهم وشكون ينجم يخرج من تيران تاع بن قردان. ثم مطالبات ضربات الجزاء هبطوا فيديو فيها الاخطاء ممكن تصير الاخطاء وهي الاخطاء كل يوم احنا زايد باش نناقشوا في الموضوع في المباريات الكل ثم اخطاء وثم دي ديسيزيون كان باش نحلوا باش نلقاو اخطاء وهذه تابع الكره لكن نحكي انا كمستوى فني بن قردان عندها الامكانيات والرصيد البشري باش تلعب خير. انا فرحان برشا خاصه النادي هذا الصفاقسي ثم تطور في الاداء فرحان برشا فراس شوات هدف متاع بون سونتر متاع ملاعب كبير كونترول يرونتي حتى في اللونج الاوبوزي عجبني برشا وسط الميدان الولد ما نعرفوش صراحة مليك رياح ولا حاجة الجزائري مليك رياح صراحة ما نعرفوش هو وكواكو في وسط الملعب معناها تحس ثم تفاهم من حسن الجيجام. عجبتني صراحة السي اس اس والمدرب تأقلم مع المباراة وعمل التغييرات في الوقت اللازم وسير المباراة كما يحب هو. بن قردان نقطة استفهام والسي اس اس ان شاء الله تكون نقطه الانطلاق للموسم تاعها. عمار جمال ترجي رياضي تونسي فاز على نادي رياضي البنزرتي نهار السبت 2-1. المباراه هذه سمعنا كل التصريحات سمعنا البلاتويت مع زملائنا واشقائنا في كل الاذاعات. هل نجموا نحكي ولا نعملوا تقييم ولا تعليق ولا تساؤل حول ترجي او نادي رياضي البنزرتي في ظل ملعب البصيري؟ نجموا نحكي والا نزابيو ثلاث نقاط وهزيم نادي رياضي البنزرتي ونحكيوا على المباراه المقبله؟ نجموا نحكي ما نجموش نحكيوا مقابله معناها في البصيري وما شاهدناش المقابله ما نجموش نحكيوا ونقولوا كان ثلاثة نقاط مهمين للترجي الرياضي التونسي في ملعب صعيب قدام فريق معناه نادي الرياضي البنزرتي اللي هو معناه في حاجة أنه الربح. كانت فما برشا بريسيون معناه على لاعبية وكانت خاسرة الاسبيرانس وكانت خاسرة يعني. الترجي معناه أهم حاجة أنه ثلاثة نقاط يخليوه معناها يخدم بأكثر أريحية معناه في الـ في الـ في, الـ في البول متاعو. فوالا متفقين يظهر لي أي مباراة في البصيري يظهر لي أور تأور وين ملاحظات نحب نعطيهم ونعرفش الولاد يشاطروني فيهم ولا الترجي الميكرو الترجي اللي مش قاعد يلقى
الحقيقه معناتها 3-5 سنين على المستوى الهجومي مش قاعد يلقى في حلول، قاعد يطول في الكوره ما فماش صحيح حسنه دفاعيه مش نرجعوا نحكيو في 3-5 سنين وفي البصيري اي في 3 مقابلات الاخر حسام 4 اهداف 4 طريقه كرات ثابته معناتها ترجع على الاقل العوام الاخر فقد كل فقد على كل الاستغلال تاع الكرات الثابته. اليوم لقى الحل في الكرات الثابته التورنوفر ما يمشيش مع راضي، ربما عدم اقتناع بالرصيد البشري اللي عنده بالبنك اللي عنده ايمن، او هي استراتيجيه كيما فوزي البنزرتي لعب 13-14 من بلعبي ما زلنا ما نعرفوش، ربما تزيد تتوضح في الجولات الجايه. على المستوى البدني ربما الحاجه الايجابيه اللي الترجي يكمل في المقابلات نتاعو كيما يبداو بخير شويه من المنافسين نتاعو، هذا اللي تخليه ربما في الشوط الثاني يكون ديما خير من المنافس نتاعو. نادي الرياضي البنزرتي الحاصل الحاجه تحيه كبيره ليه وللشبان نتاعو في الظرف هذا صعيب اليوم، ما ثماش هي مديره فما هيئه تسييريه قدم مقابله كبيره كان النجم يسجل اوكي لكن جوزها زي متعادل تو نادي الرياضي البنزرتي النجم يبني والسيناريو نفسه كل مره يتعاود يكون رابح ويرجع فما هزائم راه تنجم تبني عليهم فما هزائم كيما الهزيمه تاع الترجي تنجم نادي البنزرتي كان النجم يسجل الهدف الثاني راه كي تدخل في سلسله كان سجل فوالا فوالا كان ينجم يسجل الثاني وهوني استعطاف كبير لبن شريفي المعز بن شريفي كان نجم يسجل الثاني ماك تعرف بني بشي تولي مقابلة أخرى يولي صعيب الرجوع بالنسبة للترجي الرياضي كما قلت لك ينجم يبني على النتيجة هذه وعلى الهزيمة. في نفس المجموعة حسام الحاج علي أول تعادل لاتحاد تطاوين تعادل مع نجم المتلوي، اتحاد تطاوين زوز انتصارات وتعادل في صدارة هذه المجموعة في انتظار المباريات المتأخرة في الصدارة صحيح، لكن الناس كل كانت تنتظر في 3 نقاط تطوين بداية قوية 6 نقاط في مباراة في مبارتين ضد المتلوي كنا ننتظره في انتصار تطوين صراحة فارق الإفكتيف فارق الجاهزية، لكن المتلوي نجم نقوله نقطة باهية خذتها من تطوين. تطوين ما تقول توقف صغير دودان جاتو توقف صغير، لكن كان ينجم تطوين 3 نقاط أخرى يولي 9 نقاط يولي الطموحات والحلم تكبر أكثر، لكن نقطة بين فريقين جيران ونقطة ممكن ترضي المتلاوي أكثر من تطوين. مشكور جدا سيد حسام الحاج علي، مشكور جدا وليد قرفالي، مشكور عمار جمل. حاولنا ناخذوا الاستنتاجات راه مهم جدا خاطر قاعد نجيوني لي رومارك انه علاش ما تحكيوش المباراة ما عندناش الوقت باش ناخذوا كل مباراة وحدها. لحظة برك حتى وكان ريناهم راه ما عندناش الوقت باش ناخذوا كل مباراة وحدها ونعملوا لها تحليل كل جمعية وحدها، هذا يتكلف علينا أقل حاجة 3 سوايع من الباتو. ناخذوا الاستنتاجات وأبرز النقاط اللي نجموا ناخذوا عليها. برافو حمام سوسة الانتصار نتاعها بالرغم اللي طالع جديد وانتصار مهم بالنسبه لحمام سوسه ما تكلمناش عليها، وحمد نلف مره اخرى بدات تدخل في في المباريات المقبله الجوله الرابعه ستكون وسط الاسبوع هذايا نهار الاربعاء ونهار الخميس، من هوني الوقت اكيد باش نتابعوا مع بعضنا كل مباريات البطوله. مشكور حسام وليد وعمر جمال، مشكورين الناس الكل كنتوا في المتابعه والاستماع، نلتقي غدا في نفس التوقيت، تصبحوا على خير. من 7 ل 8 اي اف ام سبور بلس.